انا اسال حضرتك سؤال وتجاوبني بكل صراحه. دايما متعودين على المستوى الاوروبي او على مستوى مثلا البريمير ليج لما يكون في مباراه في الكاس ويكون الفريق مجهد شويه وعنده مباريات في الشامبيونز ليج وعنده مباريات في البريمير ليج، بتلاقي الصف الثاني هو اللي بيأدي مباريات الكؤوس حتى لو كانت مباراه متقدمه في الادوار السيمي فاينل، وشفنا كل الكلام ده حتى مع ليفربول السنه اللي فاتت ريح الفرقه كلها في ماتش الكاس. انت من رايك ان ممكن امام يعني مباراه السنه اللي جايه ممكن يدي بقى مجموعه كبيره، يعني يدخل 6-7 لعيبه ما بيلعبوش او 2 مثلا لو بنتكلم على العربي بدر ولا محمد فكري، يدخلهم في الفريق من الاول ويشوفهم؟ هل من الطبيعي ان هو بقى خلاص علي معلول تعبان يبقى محمود وحيد موجود مكانه؟ نشوف لعيبه من اللي كانوا بيتمرنوا الاولاد مواليد 99 و97 ممكن يلعبوا، يعني انت ممكن يخش بالجزئيه دي ولا حد تاني يقول لك لا ما اصل مباراه الكاس برده ما تتضمنش واحنا عايزين ناخد الكاس ويبقى عندنا ثلاثيه؟ تعمل ايه؟ شفت انت قلت ايه؟ بص، الكاس السنه دي في وضع مختلف. بمعنى ايه؟ انت بعيد عن البطوله من فترة كبيرة، ممكن من 2007 الأهلي ما لا مش من 2007 لا قريب مع النادي المصري الأهلي كان فاز بالبطولة من 2007 كده، رجعنا مع المصري الأهلي مع رجع الأهلي مع المصري خد البطولة. حساباتها مختلفة أهو، ده الكلام اللي حضرتك شوف الكلام. كان المفروض في ماتش طنطا إنك أنت 5-6 دول يبقوا ظاهرين في ماتش طنطا. يعني كان وجهه نظرك ان ندفع من العوامل دي مباراه طنطا، ماتش طنطا كانت تديلهم السكه انك انت توقفهم على ياخدوا ايه نفسهم. انت عارف اي حد هينزل هيلعب مثلا بعد الظهور ده كله هيبقى بص عليه محتاج ياخد نفس، وحد يبقى حد جنبه يشده يعني ينصحه اهدى ما تخافش. اي لعيب صغير صحيح بيبقى عنده اندفاع، فانت هتروح تجيبهم وروح رميهم مثلا في ماتش الترسانه وتقول لهم انتوا مثلا انت بتقول نادي الاولاد الصغيرين؟ لا ما انا بكلمك، ما هو ما انا كمدير فني يعني امشي دي ولا دي؟ هاني لا احنا بنتكلم كلام المنطقي اللي من في ناس عندها وجهه نظر ثانيه نحترمها، لا انا ممكن ادي واحد واثنين يعني ممكن ادي فرصه لاثنين. انا اخر ماشي بطوله كاس 2016 2017 قدام النادي المصري قدام النادي المصري خلاص 2-1 وده كان اخر بطوله كاس من البطولات اللي يعني نتيجتها يعني قعدت معلقه لغايه الدقيقه 120 يعني في الوقت الاضافي كمان. فلما تيجي دلوقتي تقول لي هنزل سته مره واحده انت ما عندكش سته اصلا، انت كل اللي عندك عاوز تشوف مثلا عربي بدر محتاج انك انت تشوف في كذا لاعب الناس دار حواليهم كلام. انا بتكلم مثلا يعني انا لو هاخد معاك كده مثلا علي لطفي غايب فتدي مصطفى شوبير تدي له مباراه زي دي ولا لا؟ الشناوي ماشي بشكل طبعا رائع، لكن انا بتكلم على مباراه الكاس من المفهوم اللي احنا بنشوفه في اوروبا ان احنا بندي الحارس الثاني او الحارس الثالث مباراه الكاس. فده سؤال. عندنا لاعب زي عربي بدر ممكن تدي له في وسط الملعب ولا لا؟ ممكن احنا عندنا اصلا مشكله ان عمرو سوليه ايقاف وعندنا يعني دلوقتي حمدي فتحي وديانج، طب تدخله من البدايه ولا لا؟ شوف محمود وحيد وهكذا هتبدا يعني. انت بس يعني محمود وحيد انا معاك لازم يبدا ماشي، هتكلم على مصطفى شوبير يديله ماتش ولا لا؟ اديله الماتش. انا اهم حاجه قناعه المدرب نفسه، هل هو المدرب نفسه شايف انت حجم الاصابات اللي عندك وقلقان ولا شايف الموضوع عادي؟ لا لازم تقلق برضه، خلي بالك يعني ايه الارهاق وخاصة ان الشناوي ماشي بشكل انت هاي. يعني ايه يعني ريح برضه يعني ادي فرصه وشوف وبص تمام. طيب عاوز تجرب حد ها في المساء كده دلوقتي انت عندك واحد بس، عاوز تشوف حد من اللي هيشيل معاك؟ محمد هاني وخلاص يا هو محمد هاني انت هتحط دلوقتي هشوف محمد هاني وما اصل ما عندكش ما انا بكلم انا بقى انت عندك خيارات ايه ماشي. عندك ياسر ابراهيم وعندك ايمن اشرف انذار ماشي غايب ثلاث انذارات موقوف، فانت دلوقتي ادي عمرو سليمان موقوف وعلي معلول ممكن يكون موجود مع منتخب بلاده، فانت عندك سافر علي معلول فانت دلوقتي باك شمال هيبقى محمود وحيد هيبقى عندك ياسر ابراهيم وجنبه اكيد محمد هاني وناحيه اليمين هيبقى احمد فتحي. احنا بنتكلم بص انت محمد هاني واحمد فتحي لعبوا في المكان ده واحمد فتحي لعبها اكتر من مره في مواقف برضه محمد فتحي لعبها على فكره ولعبها ماشي، ده كله بيعمل عليك ضغط. يعني ايه انت انا مش مختلف معاك بقدر انه ايه كان نفسي انه ماتش طنط ادي الفرصه للولاد الصغيرين. يعني ايه دول كان يبقوا اعداد او فرصه تشوف منهم 2-3 اشوفهم عشان اشوفهم في ماتش مين؟ في ماتش الترسانه. ماشي ماتش الترسانه ماتش صعب مش سهل،
ومن الماتشات دايما لو تفتكر حتى الاهلي لعب قبل كده مع الترسانه عمل ماتش كان يعني ايه النتيجه اعتقد 3-1 او 3-2 كان برده من الماتشات المثيره في الكاس برده يعني برده الترسانه كده مع الكاس واتعملت برده نتيجه. فانا عاوز اقول لك ايه انا معاك ادي بس مش عاوز يكون على حساب نتيجه مباراه خروج المغلوب يعني برده ده هيبقى فيه ضغط نفسي وعصب على الولاد ففي النتيجه انك انت ممكن تخسرهم وتحرقهم. فانا بقول لك انه كان من اولى من بعد ماتش المقصه وخلاص انتهت الموضوع ان انا خلاص يعني ادي ادي بقى على طول بقى ادي 3-4 بقى ايه ادي ايه نص ساعه ادي شوت اللي هو ماشي شايفه. امشي كده ايه خلاص عاوز اشوف حد فيهم في نص الملعب حد مثلا صانع لعب حد بيلعب يعني في الشمال وفي اليمين اشوف بدائل ممكن تطلع حاجه هتطلع اكيد هتطلع حاجه وكده كل واحد نفسه منتظر يعني انا عاوز اقول ايه المساله محتاج انت عندك 12 لاعب يا كابتن هاني معارين خلاص موضوع الاعاره ده برضه هنتكلم فيه لكن انا بقول لحضرتك بالرغم الاصابه عشان عندنا تقرير رغم الاصابه اللي حضرتك بتتكلم عندنا اصابات كتيره جدا لكن الحمد لله حسمنا الدوري لكن الناس قلقانه من اللي جاي قلقانه على طبعا البطوله الافريقيه قلقانه على كمان كاس مصر وايه الطريقه اللي ممكن بايلر يمشي الموضوع او كاس مصر نشتغل فيه ازاي من ناحيه الاصابات